انت كامل نور الحسن؟ ايوه معايا امر بالضبط واذن بالتفتيش. هذا ما تؤكده احدث احصائيات الجنيه المركزيه للتدفئه والاحقاق، وتقول ان الاسره المصريه تنفق حوالي 70% من دخلها على الطعام فقط. خلي بالك انه اثناء تناول وجبه الافطار لا تاكل طبق الفول المدمس فقط، لأن نسبة الكالسيوم منخفض عن الفسفور، ولذلك لا يستفيد من كالسيوم الفول إلا إذا تناولت معه غذاء غنيا بالكالسيوم ومنخفضا في الفسفور، مثل اللبن أو الجبن الرومي المختلطة أو بعض الخضروات مثل الجزر أو الخضار. خلي بالك. جديد من التمرينات اليومية اللي بيقدمها البرنامج تساعد على إزالة الدهون من منطقة من وضع نقود سطحا إزراعي للجنب، محاولة دفع الجزع للجنب مع ثبات ال بس دلوقتي هتعرف كل حاجة يا فندم. أنا طول عمري مثالي الشرف والاستقامة. صدقني يا فندم أنا ملفي ما فيهوش حتى لفت نظر. أنا عايش أنا وولادي مستورين بالأمانة، بيتي مفتوح بعرق جبيني، حد الله بيني وبين الحرام. أنا فلوس يا فندم، دولارات كتير قوي والفلوس المصري أكتر. فلوس إيه دي؟ ولقيتوها فين؟ فلوسك دي يا كامل؟ فلوس أنا؟ منين؟ من اللي بعت لهم الملف. يلا معانا هاتوه. يا ناس افهموني طيب، يا ناس انا بريء، انا ما اعرفش اي حاجه، يا ناس انا ما اعرفش حاجه. في ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ والله ما انا عارف، انا مش ممكن اعمل حاجه زي كده. صدقني يا فندم انا بريء، انا مش ممكن اعمل حاجه زي كده، انا بريء يا ناس. انتوا ليه مش عاوزين تدور؟ صدقوني يا ناس انا بريء، انا مش ممكن اعمل حاجه زي كده. صدقوني
حتى هو اتطر. يلا انا توهية مش فرجة هي ولا زبحة. علي النعمة من نعمة رب اللي هيعوم مبنائي. يلا شو مصلحته. يلا يا جماعة هو بقى اتطر بقى. حول ولا قوة الا بالله. اهدي بالله يا حمدك بالبيت. عندي عندي فوق عندي يا حول ولا قوة الا بالله. تعالي اتكلم المسألة ولا في الشغل. تعالي. هي نمرة تليفونك ايه؟ والله ما اعرف يا معلم شاف. اصل احنا كنا بنطلبها في النادر، هي بتشتغل في اللوكان ده اللي على النيل. طيب والاستاذ علاء؟ برضه ما اعرفش يا اخويا. ريسبشن. ايوه يا فندم. مدمزيل ولاء كامل نور الحسن. عارفها يا فندم بس هي مش موجوده حضرتك. ورديتها من 9 ل 5. طب لحظه واحده كده حضرتك. الانسه ولاء وصل. ولاء تليفون عشان صباح الخير يا فندم. الو. ايوه مين ده؟ انت فايزه في ايه؟ انت بتقولي ايه؟ ايوه الو مين بيتكلم؟ ولاء. ولاء مين؟ لحظة واحدة أشوفه هنا ولا خرج. علاء. علاء قول لبايع أكلم أختك على التليفون. إيه في إيه؟ اصحى أختك على التليفون. في بقول لك أختك على التليفون. أنا راجل شريف ليا 35 سنة في وزارة العدل. كان تحت إيدي أخطر جزئيات القضايا اللي شفتها البلد. مفيش ورقة ولا مستند ولا عصفوصة ضاعت منها. أجي النهاردة قلتها باختلال دوسين حاله وبيعه يا فندم. أمال الدوسين راح فين يا كامل؟ أقسم بالله العظيم ما أعرف. الدوسين عودتك ولا لأ؟ ومعايا موظفين كتير يا فندم. وكيل الارشيف شهد بانك كنت بتراجع الدوسيه على مكتبك ليله ما اختفى. ما انا براجع كل الدوسيات حسب مواعيد جلسات القضايا يا سعاده البيه، ده شغلي. المهم انك اخر واحد مسك الدوسيه. موكلي بيرفض الاتهام يا سياده رئيس النيابه، ومفيش اي دليل ضده. والفت نظر سعادتك ان موكلي راجل نزيه ومحترم، ابنه الكبير معاه دكتوراه في القانون وبيشتغل في الامم المتحده. اعتقد انك سمعت عنه، الدكتور سناء كامل نور الحسن. وده دخله ايه بالتحقيق يا استاذ؟ اعمل معروف ما تحشوش الدكتور سناء في الموضوع. تعاون معانا يا كامل حرصا على سمعه ابنك وقعدك. اننا هنحاول نحصر الموضوع في اضيق نطاق. اتعاون يا فندم بس ازاي؟ الشيطان شاطر يا عم كامل، وكل انسان بتمر بيه لحظه ضعف، ويمكن اللي عرضوا عليك الفلوس اغروك بمبلغ كبير. ما حصلش اقسم بالله العظيم ما حصل. والفلوس المظبوطه في شقتك مبلغ كبير زي اللي هفقد بنتك مصدره ايه؟ خصوصا ان تحريات البوليس بتقول انك بتعاني من ازمات ماليه ومتحمل عبء اسري كبير. مش عارف مش عارف مش فلوس. كنتوا لازم تبلغوني بدري كده، ولا ما كنتوش في البيت زي العاده؟ اول ما عرفنا كلمناكي. المشكله بقى يا ست سام. وبعدين انت عارفه ظروف شغلنا، ومش معقول بقى كل ما تشوفي وشنا تقطمينا. ظروف ايه اللي تخليكوا تسيبوا ابوكم محبوس 24 ساعه من غير ما يكون معاه محامي؟ احنا لما عرفنا كان ميعاد النيابه فين، وكان لازم يبات لي تاني يوم. وبعدين بقى الدنيا ما تهدتش، ومفيش داعي للشغل اللي انت بتعمليه ده علشان تبيني ان قلبك على عمك اكتر مننا. ده بقت حاجه تزهق. سامع يا لا؟ معلش كلنا متوترين. مفيش داعي للكلمة الأخرانية دي، تقيلة برضه. بتدخني؟ يا صبري. نمت؟ بابا ما يعملش كده. بابا لو عاوز يسرح من فكة سلاح من زمان. مش هيقدروا يثبتوا عليه أي حاجة. Thank you.
انت عارفه عمك يا بنتي. شد حيلك يا بابا. خلوا بالك يا اخوات. ما تخافش يا بابا. اوعى. ما تقولوش عني يا بنتي. بصراحه الموقف مش محمصنا. لازم يفسر وجود الفلوس دي بكلام معقول. انتوا ما تعرفوش حاجه؟ لا ما نعرفش. ما شفتهاش قبل كده. امال جت منين؟ ما هو جايز الناس اللي سرقوا ملف القضيه عايزين يلزقوا التهم فيه. وحطوا الفلوس في اوضه المدمازيل وخبوها. اسمعوا ابوكم كده وضعه مش تمام. القضيه اللي اختفت وسيب بتاعها قضيه راي عام والصحافه بتتكلم وسمعة الدكتور سناء هتتأثر. الفلوس دي لقيوها في اوضتك. معرفش عنهم حاجة. بس أنا شفت معاكي دولارات من فترة. من إمتى بتسأل على اللي بتشوفه معايا؟ مفيهاش حاجة لما أسأل يعني. مش فاضي علاء، عندي سفرية لأسوان ومعاه طيارتي قرب. المحامي عايز فلوس. معاكي؟ هتصرف. هسيب لمرات أبوك فلوس. عاوز أنت كمان حاجة؟ خد دول هيكفوكوا لغاية ما أرجع. خد يا باسل. بقت شوكولاته لاخوك. مش تفضل معايا علاء في الظروف اللي انا فيها انا واخواتك. انت عارفه ظروف شغلي، وبعدين انا كل ما اقدر اجي ابقى. وانتوا من بكره بقى تروحوا على مدارسكم عادي، اوكي؟ بابا يا استاذ. بقول ايه؟ مش يصح برضه تدوا للدكتور سناء خبر، يمكن يقدر يجي ويقف جنب ابوه؟ انا هطير بكره انا ودكتور لالا كريشنا على ابو جمبوره. مهمه هتاخد لها حوالي اسبوعين. خلاف على الحدود بين بوروندي ورواندا. يعني هنعمل دراسة قانونية عشان نقدمها للسكرتير العام. مش هتحاول على مصر؟ والله نفسي يا دكتور شوقي. أنا بقالي أكتر من 5 سنين ما شفتش إخواتي، وحشني جدا. بس للأسف خط السر المرة دي مش هيسمح. يا ريت تحاول تعدي الخط السر يا فندم. إيه؟ في إيه يا شوقي؟ الظاهر بقالك مدة كبيرة ما قريتش جرايد مصرية. اتفضل يا فندم. خط سيرك عشان تعدي على القاهره وانت راجع. الحكايه كلها 10 ايام، المساله ما بقتش مجرد زياره يا شوقي. الفضيحه دي لازم تموت من اولها، انت عارف الوضع. بلاش الفرص المتاحه قدامي هنا في الامم المتحده. انا مترشح لمنصب مهم في مصر. منصب له خطورته وحساسيته. عارف بس هتعمل ايه؟ اول ما اوصل القاهره اشوف طريقه. ادي اللي بناخده من السيد الوالد، مش مكفي لي عمله؟ جاي يختمها بسن او رشوه وبال ازرق. سناء ده والدك، وانت راجل قانون. وإذا افترضنا إن من حقك تحاكمه وتحكم عليه، يبقى لازم تعرف الحقيقة الأول. أنا مش خاين يا ميم. عمري ما بصيت لواحدة غير المرحومة لغاية ما ربنا اختارها. لما تتجوز قبل سنة ما تعدي عليها تبقى بتخون ذكراها. أنت مش صغير، فاضل لك سنة وبتتخرج ولازم تعرف الدنيا. دنيا إيه؟ دنيا الغش والخداع. اعقل يا سناء واسمعني، أنا لسه في عزي، ما أقدرش أعيش بغير واحدة ست. وفايزة غلبانة وبنت حلال. أنتوا عارفينها واخدين عليها لأنها بنت عم أمكم. فهمت دلوقتي ليه دايما كنت مهتم بيها؟ فهمت ليه ماما كانت بتخانق معاك بعد كل زياره تجيها فايزه؟ دي اوهام في دماغك. لو اتجوزتها يا بابا انا مش قاعد لك في البيت. سناء سناء جرايد يا فندم؟ للجمهوريه من فضلك. Thank you.
وسهلا. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا دكتور. امين دي ودار من الخارجية. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. اشكرك. اتفضل يا دكتور. معلش انا جاي في زياره خاصه بعيد عن العمل والرسميات، افضل اتحرك بحريتي. ايوه بس ما اشكرك. ما يصحش. اشكرك. مع السلامه. فاضي اصلا كده غلطان عندي زعلان انا كده غلطان ممكن تواصل في قاعده او تقفله انت سعادتك تحب تسمع ايه ولا حاجه بعدين هبقى اجي ونتكلم بعدين. انا اللي مربيه. قلت برضه صدق في باباك حاجه زي كده يا دكتور. انا مش جاي احقق. اخواتي فين؟ بس وايمان في مدارس. انا جاي اسال عن علاء وولاء. من يوميها ما رجعوش. ما رجعوش يعني ايه؟ هم ليهم بيت تاني؟ معرفش. هو ايه اللي ما تعرفيش؟ انت هتصعبطي عليا ولا ايه؟ وانا مالي؟ ما تدور عليهم وتسالني. يلا انت كمان يا منايا لما اغديك. لا مش عايزه اتغدى، عايز شوكولاته. بس اقعد ساكت، انا بقول لك ولا كلمه خالص. انت جاي ليه؟ اشتغل فيها قالوا لي واخده اجازه اسبوع. والاستاذ علاء ملوش طريق معروف. ما قدرتش اعطل عليه. قلت اكيد بيتصلوا بيكي. ازاي ده؟ ده انتوا كنتوا كنا. اخواتك قطعوا رجليهم عن بيت عمهم من 4 سنين. ليه؟ لغايه دلوقتي مش عارفه. فجاه كده استثقلوا دمنا. ما شفتهمش الا مره واحده في المستشفى لما عمي عمل عمليه. بابا عمل عمليه؟ امتى؟ معقولة ما تعرفش؟ مش غريبة، ما انت مقاطعه من سنين طويلة. انت عارفة ليه؟ موقفك منه كان ظالم وغير موضوعي. غضبت منه زي الأطفال وخصمته. سهام، انت أول واحدة أياميها قلتي لي باباك اتغير، ما عادش عمي بتاع زمان. فاكرة ولا نسيتي؟ أنا ما بنساش حاجة أبداً يا سناء. أول ما ماتت والدتي غيري أكتر في المخدرات، وقفت دنيته على البنت الصغيرة اللي اتجوزها دي، وأهمل إخواتي وهم لسه أطفال. حتى بعد ما سبت البيت كنت اروح اترجاه يقول لي ما تعمليش منصح، خدهم ربيهم انت. نسيتي لما قال لي بلا ماجستير بلا دكتوراه بلا كلام فارغ، انت عمرك ما هتبقى حاجه. زعل منك عشان رفضت تتعين في النيابه وصممت تسافر تاخد الدكتوراه، كان عايزك تبقى قاضي. كان دايما ضاغط بالحكايه دي على اعصابي، حطها شرط وحيد لاستمرار حبه ليا، ولما اخترت اكون اللي انا عايزه اعتبرها ذنب ما تغفرش، وخد اخواتي بذنبي. مره بعت له حوالي $500 من اول ما هي قبضها. ردها لي في جواب وقال لي اشتري بيها برواز للدكتوراه وعلقه في الصالون. ازاي كان ممكن بعد ده كله ما بعتش؟ طيب ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابني؟
سؤال عجيب قوي. خلاص انسى. انت لسه ما اتجوزتيش. كنت متصور اني هفضل اتعبد في محراب ذكراك طول عمري، ولا هعنس واقعد اعيط على بختي وادعي على ابن عمي الندل اللي خلي بيا وقعدني سنين مستنياه، وبعدين راح اتجوز بنت فرنسويه وقال لي باي باي. كانت ظروفه وطلقتها. انا بقى اتجوزت، كان راجل كويس قوي. صحي مره بالليل لاني بكلمك وانا بحلم، مدور في دولابي وعتر على جواباتك، طلقني. انا اسف. اسف على ايه ولا ايه؟ في اللي انت تخليت عنهم يا استاذ طابور وانا في اخره. انا اقل واحده انضرت. روح دور على ابوك واخواتك. سهام، سهام. لازم ننساه. مفيش حد في الدنيا انسى. عمك يا سهام، الراجل اللي رباكي وفضل وراكي لحد ما خدتي الدكتوراه. عمي حاجه واولاده حاجه تانيه، سمره مش هتخلي عنه. انا مقومه محامي كبير وبطول. ولعلمك بقى، سناء مش راجعه عشان خايف على ابوه ولا عايز يقف جنبه. خايف على سمعته. همن هم القضيه لو اتاثر عليه. انا ماليش دليل في مصر غيرك يا سهام. اهلا يا سناء يا ابني، الحمد لله على السلامه. اهلا يا حبيبي. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا مرات عمي؟ الله يسلمك يا حبيبي. وحشاني. انت اللي وحشنا اكتر. رحت شفت ابوك؟ هشوفه بكره. اقعد كل معانا بقى. اتفضل يا ابني اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا الف مرحبا. عن اذنكم اروح اجيب بيت الحاج. انا مش طالب منك غير انك تساعديني، تبقي دليلي زي ما قلت لك. انا غايب عن البلد بقالي سنين وكل اللي بيني وبين الناس اتقطع. وعايزنا ابقى دليلك لايه بقى بالظبط؟ ازورك الاهرام والانتخانه والقلعه؟ انا عايز اعرف ايه اللي حصل لابويا بالظبط وعمل كده ليه. عمي ما يعملش حاجه زي كده. الراجل اللي رباني ورباك وطلعنا بالشكل ده ما يمدش ايده وياخد رشوه ويبيع قضيه. ده فخ ومرسوم له. في ايه يا اولاد؟ مفيش حاجه يا ولاد عمي. لنفرض مين اللي عمل له الفخ وليه؟ شيء غريب. مصمم؟ طيب شكرا. أنا آسف يا دكتور. رافض يقابلك. رافض يقابلني يعني إيه؟ أنا لازم أشوفه. إحنا ما نقدرش نجبر المسجونين إنهم يقابلوا أي حد غصب عنهم. والدك بالذات لما بيستدعون أي زيارة بيصر يعرف مين اللي هيزوره أولا. بس أنا مش فاهم. ليه؟ والدك راجل عاقل يا دكتور، واكيد مقدر حرج موقفك، وتلاقيه عايز يفهمك بطريقه غير مباشره انك مش لازم تعرض نفسك للحرج. حرج ايه؟ ده ابويا يا سيد العقيد. أنا آسف مش هقدر أقعد معاك كتير علشان الضيوف اللي عندي. لا أنا مش قصدي أعطل سيادتك، أنا بس لما لقيت نفسي في القاهرة لقيت من المناسب إني أفوت ولو للتحية. أنا لازلت فاكر الموضوع اللي اتكلمنا فيه لما اتقابلنا في جنيف. أنت كفاءة نادرة وعملت سمعة طيبة من خلال عملك للأمم المتحدة، وإحنا من غير شك محتاجينك هنا. بس أنت عارف إن أي شخص يتولى منصب تنفيذي بالأهمية دي لازم يكون اسمه بعيد عن أي شوشرة. فاهم سعادتك، بس هو أكيد لسه قدامنا وقت للتعديل الوزاري المنتظر، ويا ريت خلال الفترة دي تكون الأجواء صفيت وأي شوائب موجودة تكون أزيلت تماما. تأكد سعادتك إن ده اللي هيحصل. أكون سعيد جدا. مع السلامة يا دكتور. أشكرك. أنستو شرفت.
الله، انت اللي عامله الفطير يا سهام. جميل جميل قوي. معلش الحق لي لقمه قبل ما اخلصه، عليه الحوش اللي معايا. انت مش عايز تشوف سناء ليه يا عم؟ سناء مش عاوز يشوفني. ازاي يا عمي وانت اللي رفضت قبله؟ قلت لك سناء مش عاوز يشوفني. سناء خد اذن بالزياره وجه فعلا، وقعد في مكتب مامور السجن، قالوا له انك انت اللي رفضت قبله. ايوه، عشان ما هوش عايز يشوفني. عمي افهميني بقى يا سهام، الدكتور جه من فرنسا عشان يلحق الفضيحه اللي هتاثر على وضعه ومركزه. سناء جاي ساخط عليا، مش جاي يقف جنبي. سناء عايز يفهم. ان شاء الله عنه ما فهم. ارجع قول له ابوك مش محتاج لك ومش عايزك. مش قادر يواجهني، حاسس بالعامله اللي عملها والموقف الزفت اللي حطاني فيه. عمي مش مكسوف يقابلك زي ما انت بتصور، هو رافض شكك فيه وادانتك له من قبل حتى القانون ما يتم. القانون خلوني قاعد سنين طويله سمعنا محاضرات عنه، ودخلني الحقوق عشان يشوفني واحد من القضاه اللي بيشتغل معاهم، وادي اخرتها. تفتكر هتفهم حاجه وانت بتفكر بالطريقه دي؟ انا مش عايز افهم، انا عايز اعرف، ولما اعرف هفهم. ان الوالد تعرض لمؤامره دبرت بمهاره شديده، وطبعا سعادتك راجل قانون يا دكتور وعارف زيي ان الاحساس الشخصي ما يكفيش. ده طبيعي يا استاذ ناشد، اللي انا عايزه تقييم قانوني للمساله. عندنا نقطتين هنا في غايه الاهميه. شهاده زملاء والدك بان الملف كان تحت ايده دايما باستمرار، وواحد منهم شهد بانه شافه بيحطه على مكتبه يوم اختفائه وما رجعوش لغايه ما مشي. في حد غيره شاهد على الواقعه دي؟ مفيش، بس الاستاذ كامل ما انكرش الواقعه، وقال انه انشغل مع علاء ابنه في موضوع عائلي ونسي يرجع الملف. والنقطه الثانيه يا متر، تحريات المباحث اللي بتؤكد ان الوالد دائما كان بيعاني من ازمات ماديه، ومع ذلك بعد اختفاء الملف بيوم واحد اشترى جهاز فيديو ثمنه 3000 جنيه. والدك قال ان ولاء هي اللي اشترته، ولاء قالت انها جايباه بالتقسيط رغم انها ما قدمتش اي حاجه تثبت حكايه التقسيط دي. نيجي بقى لأهم حاجة، الفلوس اللي عطل عليها البوليس في البيت، ومع ذلك والدك عجز عن إثبات مصدرها. الفلوس دي أكيد بتاعت ولاء، لأنها بتشتغل في أوتيل خمس نجوم كبير. وهي ولاء بتقبض ماهيتها بالدولار برضه يا مدام. وبرضه اللي بيرشي ما بيدفعش بالدولار يا أستاذ. المشكلة إن ولاء أنكرت ملكيتها للفلوس، والنيابة هتركز على إن المتهم آسف والد سيادتك غير جزء من الفلوس اللي باع بيها الملف للدولارات عشان اخفاء معالم الرشوه. شوف يا متر، اهم شيء دلوقتي ان والدي يخرج عشان نفهم اللي حصل. ادفع اي كفاله وخرجه. سواء خرج او فضل محبوس لازم نتحرك ونعمل حاجه. بتفكر في ايه؟ لازم نلاقي اجابه سؤالين يا سهام. الاولاني قضيه ساهر مؤنس واماني درويش، ايه الحقيقه وراها؟ ايه الحقيقه اللي سببت ضياع الملف؟ دي مهمتي انا. كنت عايز اقترح عليك ده فعلا. وانت؟ هدور على اجابه السؤال الثاني. اخواتي علاء وولاء، ايه حكايتهم بالظبط؟ كل اللي اعرفه انها بتشتغل في لوكاندا من اللوكاندات الكبيره قوي. اتعينت الاول في مصلحه التليفونات، ما كانتش ما هي عاجباها. فضل علاء يزن على ودانها ويقول لها ان شغل اللوكاندات احسن. اصل هو كمان كان عامل فرقه مزيكا وبيشتغل في نفس اللوكاندا. الشوكولاته. اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ باباك الاول ما كانش موافق على حكايه اللوكاندات دي عشان بيبقى فيها شغل بالليل. فضل علاء يقول له لازم البنت تشتغل عشان يبقى معاها قرشين ينفعوها وقت الجواز. ليهم عاده يغيبوا عن البيت بالكام يوم كده؟ علاء كان بيعملها، ولكن باباك اتخانق معاه كتير قوي وفي الاخر سابه. انما ولاء عمرها ما عملتها، حتى لما كانت تقول له عندي نبطشيه بيات كان يتصل بالتليفون من وراها ويطمن. تعرف عنوان حد من صاحبتها؟ من يوم ما سابت الشغل ما شفتهاش. بس الست فايزة بتقول انكم كنتوا صحاب قوي. بعدت عني بعد ما اشتغلت في السياحة، وانا اللي اتكبر عليا مع الفاروق. مين يا مديحة؟ ده الاستاذ اخو ولاء كامل كان اشتغل معانا، جاي يسأل عليها. ليه، هي تايهة ولا طفشانة؟
مصاريف دي اختفائها هي ورقوها من يوم ما وصلت. ما عنديش فلوس. انا عندي الفلوس اللي لقاها البوليس في اوضتها. مالها؟ هي مش انكرت لما سالوها؟ كانت بتكذب خايفه من المواجهه. انت عارف معنى الاحتمال ده ايه؟ عارف معناه انها متورطه في حاجه ليها صله بالقضيه. يا ريت الورطه تبقى كده وبس. انت عارفه حاجه ومخبيه عليا؟ انا ما اعرفش. كل اللي عندي شكوك. شكوك في ايه بالظبط؟ افضل احتفظ بيها لنفسي على الاقل دلوقتي. رايح فين؟ اقعدي. اوطي صوتك، احنا مكان عام. يعني ايه شكوك تحتفظ بيها لنفسك؟ احنا بنلعب. شايفاني بتخبط يمين وشمال وانت عندك معلومات ممكن تنور لي الضلمه اللي بلطش فيها. معلومات ايه؟ انا بس بربط حاجات في دماغي، يعني تخمينات. برضه اعرفها. يعني مثلا باباك عمل عمليه نقل كليه من 3 سنين اتكلفت 50,000 جنيه ولا هي اللي دفعت؟ فكر فيها براحتك، عشان نلحق ميعاده مع الدكتور ساهر وبعدين بشوفك. سهام نور الحسن، سألت عليك قالوا لي انك هنا. يظهر انك نسيت ميعادنا. اتفضلي. المكان فاضي، نقدر نتكلم فيه براحتنا. كنت متصور انك اكبر. واحلى ولا اوحش؟ للاسف ما اقدرش اغازلك. في الظروف اللي احنا فيها دي يبقى خطر عليك وعليا. امال ليه تعمدت اننا نتقابل في الملعب؟ مجرد مكان. مش خايف؟ من ايه؟ اصرخ والم عليك الناس واقطع هدومي واتبلى عليك. اسمك سهام نور الحسن، واسم نور الحسن ده ما بيتكررش كتير، يعني اكيد في قرابه بينك وبين الراجل المشكاتب اللي متهمينه بسرقه الملف. بنت اخوه. كده افضل. عاوزه تعرفي ايه؟ انت اكتر واحد مستفيد من ضياع الملف. لا لو كنت مذنب. على ما سمعت بردون، يعني كل حاجه كانت بتضحك، شهادة الممرضات والجوابات اللي بتحط ايدك في المكان. معاك عربية؟ هاخد تاكسي. تعالى وصلني. ما تقولش حاجة ليه يا دكتور؟ هوريك حاجة الأول. شايف المستشفى الاستثماري الفخم ده؟ ايوه، ده مركز درويش التخصصي، ده من اشهر المستشفيات الاستثماريه اللي في البلد. عارفه مين صاحبه؟ واضح من اسمه، اكيد حد اسمه درويش. دكتور عبد الصادق درويش، والد الدكتوره اماني درويش. اللي حضرتك متهم بهتك ارضها ومحاوله الاعتداء عليها في اوضتي في المستشفى الجامعي. وهو وجود المستشفى الفخم ده ينفي التهمه يا دكتور؟ لا، بس لو كان اتعرض عليا ان امسك المستشفى دي مقابل راتب سنوي 60,000 دولار مع نسبه من الارباح، نظير اني اسيب الكليه باي شكل وباي ثمن. وسبب ايه؟ مدام انا محتاج لكل انسان يقف معايا ويشوف اللي انا كنت شايفه وتسبب في الموقف اللي انا فيه. انا هساعدك، هبعتك لطبيب من تلامذتي جوه الكليه، صديق وانسان شريف. انا تحت امر الدكتور سالم، بس ايه المطلوب مني بالظبط؟ الحقيقه يا دكتور صبري، ليه الدكتور عبد الصبر كان مش رئيس القسم؟ كان عادي يبعت الدكتور ساهر من الكليه. انا متاسف جدا، مش هقدر اتكلم في الموضوع ده. عن اذنك. يا دكتور صبري، انت اقرب واحد للدكتور ساهر، وتعتبر صديقه ودراعه اليمين. ما عنديش كلام اقوله. امال بس كان عندك كلام تقوله له اول ما رجع من امريكا وتعين في القسم؟ مش انت اول واحد لفت نظره اللي بيحصل جوه المستشفى؟ دي مجرد مخالفات عاديه بتحصل في اي مستشفى. هو اللي كبر المسألة وعمل من حبة قبة ودار يخانق دبان وشه، وبعدين عمل شوشرة حوالين الكلية ملهاش أي لازمة. وده بقى كان رأيك من الأول ولا بعد ما تعينت في مركز درويش التخصصي؟ ده تلميح حقير. وإذا كان الدكتور سهل اللي قال لي الكلام ده يبقى بيخرف، أو يظهر بقى إن القضية أثرت على تفكيري. طب بلاش اللي قاله لي وقول لي أنت. أقول لك إيه؟ أقول لك إن الدكتور سهل وقع في غرام أماني درويش، وإنه قاعد يدور حوالين منها زي النحلة، وإنه قاعد يبعت لها جوابات غرامية زي الشبان المراهقين، ولما صدته قعد يشن عليها وعلى باباها، واتهمه بسرقه اعضاء المرضى من المستشفى اثناء العمليات، وبيشيلها عنده في المركز الطبي بتاعه. مش كده وبس، لا ده تهجم على اماني وبس، وحضنها غصب وقطع هدومها
وخلاص، ما عنديش كلام تاني اقوله. اتفضلي. انا هبلغ الامن في الكليه يمنعك من الدخول. الغريب في الموضوع انك صديقه، او هو متصور كده. خدي اشربي. ايه اللي حصل عليك بالشكل ده؟ كانت كتير قوي يا سناء. شوفه بعرفها لاول مره. اكتشفت ان المشاكل اللي بنعمل عليها ابحاثنا في المركز مجرد مشاكل في الكلوريه. قشرة من على الوش وبس. لكن اللي حصل جوه، اللي حصل فعلا في بلدنا، محدش قرب منه. انا اكتشفت اني زيك. زيي؟ انت اتغربت وبعدت وانفصلت وانت بره، وانا حصل لي نفس الشيء وانا جوه. انت شارب حاجه؟ انا ما بشربش. العشوره يا ولاد. تسلم ايدك يا مرات عمك. تسلم يا ابني. مش هتطلع ابوك بقى يا ابني؟ بكره هيطلع. بكره ان شاء الله. بالسلامه يا حبيبي. سهام، انا بتفرج على الفيلم في التلفزيون جوه في اوضتي، النمت بقت فيه. حاضر يا ماما. تعرف اكتشفت ايه تاني الليله؟ ايه؟ الاوضه في مركز درويش ب 150 جنيه في الليله. وايه دخل الاوضه بال؟ ما هي دي المستشفى اللي باباك عمل فيها العمليه. ولاء تاني. انا ملعوب يا سام. وانا اسفه. الو. الحمد لله على السلامه يا ابي. انا ولاء. بتتكلمي منين؟ ألف الحمد لله على السلامة يا أبي. كده تيجي وما تدينيش خبر؟ سبتلك خبر في الأوتيل اللي بتشتغلي فيه، قالوا إنك في أجازة وبقالك مدة ما بتروحيش البيت. كنت فين؟ كنت في الأقصر وأسوان مع فوق من بره الأوتيل. شغل السياحة بقى يا أبي. بس أنت وحشتني قوي. تعالي عايز أتكلم معاكي. هربت مني ليه لما شفتك في شارع الجلاء؟ انا امتى ده يا ابي؟ طب والله العظيم. ما تحلفيش. انا شفتك، متاكد اني شفتك، وانت متاكده انك شفتيني، عشان كده جاي دلوقتي عشان تثبت انك لسه راجعه من الاقصر واسوان. انا لسه راجعه من ساعه بس بالطياره، وادي التذكره. خلاص مش مهم. اخوكي فين؟ ايه، هو مش في البيت؟ لا، وبلاش الاسلوب ده معايا. ما تجاوبيش على السؤال بسؤال. في ايه يا ابي؟ مالك بتعاملني كده ليه؟ رد عليا، اخوكي فين؟ ما اعرفش، بس اللي اعرفه ان هو بيشتغل كل ليله في المقطم، ولما بيبات بره البيت بيكون مع طارق اللي بيشتغل درامز معاه في فرقته. وانت لما بتباتي بره بتبقي فين؟ انا ما بباتش بره البيت غير لما بيكون عندي شيفت في الاوتيل. ايه مالك بتبص لي كده ليه؟ قومي معايا. معاكي جنيه فكه؟ نعم. طلع جنيه للسايس. طيب. ايه يا ابي انت عامل ايه دول؟ زي ما انت شايف دولارات. منين؟ سرقاهم. رد عليا كويس. بابا. رد عليا كويس. مش متجوزة؟ مش عرفك ان انا مش متجوزة؟ من ورا اهلك؟ في القسيمة. في القسيمة! رايحة فين؟ تعالي هنا! تعالي هنا اهو!
انت مش جاي معانا ولا ايه؟ بولا بتسال عليك وبدات تزعل. اخويا مستنيني بره. نزل على فكره. اقف معاه اتكلم شويه وبعدين ابقى احصلك. طيب انت حر. سلام. خنيت انا وابوك شويه وبعدين فيهم ظروف فسكت. واختك؟ ولا مالها؟ يجيب فلوسها منين؟ السياحه يا دكتور السياحه. بالمناسبه انت ايه اللي جابك؟ ايه اللي جرالكوا يا ولاد الكلب؟ ايه اللي جرالكوا؟ انت مش جاي عشان تمنع فضيحه ممكن تشوشر على مستقبلك العظيم. خلاص
روح شوف لك طريقه تلم بيها الموضوع وتطلع ابوك وارجع مطرح ما كنت خدنا في علمك. مساء الخير يا مدام. مخفيفين يا واد بقالك اسبوع. ابدا يا مدام بولا، الحكايه كلها ان انا كنت مشغول مع اخويا اللي لسه راجع من اوروبا. هو ده اخوك اللي واقف هناك؟ ايوه مدام. بالاذن بقى هبقى اجي لحضرتك بكره. بكره فين يا شاطر؟ اركب يا مدام بولا. ما خلاص بقى اركب. استنى لغاية ما تجيني من نفسك. اصلك وحشتني. على فين يا حاضر؟ لو سمحت اخويا علاء دخل عندكم من لحظه مع الهانم اللي لسه داخل هنا. مفيش حد هنا اسمه علاء ومفيش هوانم دخلوا هنا. لسه شايفهم بعناية. طب يلا اطلع بره يلا وريني عرض كتافك امشي. طيب 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 ما تزعلش نفسك انا ماشي. يا واد ما انا قلت لحضرتك يا مدام تديني مهله. والمهله فاتت وفات بعدها باسبوعين. فاكرني ايه؟ روح اهلك قاعده على بنك ولا فاتحه سبيل للصيعه اللي جايه؟ اسبوع واحد يا مدام، اسبوع واحد والفلوس هتكون عندك وده وعد شرف. شرف مين يا حبيبي؟ شرف بابا ولا شرف المرحومه؟ لا ما اسمحلكيش. انت ليكي عندي فلوس وهجيبها لك، غير كده ما لكيش حاجه عندي. يا حبيبي وزعلان كمان؟ شوف يا واد، انت جيت وبوست رجلي علشان اطولك بضاعه وقلت لي انك لازم توزع علشان خاطر تجيب مزاجك. صعبت عليا وطولتك، رحت بسلامتك شميت البضاعه كلها. ابدا والله يا مدام، الحكايه كلها ان في ناس خدوا مني بضاعه ولسه مسددوش. كداب في اصل وشك، واخبارك كلها واصله عندي اول باول. بعدين انا ما يهمنيش بعت البضاعه ولا رميتها في النيل ولا شمتها، انا اللي يهمني فلوسي.
ألف جنيه. حاضر يا مدام، أنا هعدي عليهم في البيوت واحد واحد عشان أجيب الفلوس. حاضر يا مدام، بس اديني فرصة أسبوع واحد. آخر فرصة، أسبوع واحد باليوم. بالثانية. تضمن مين يا مهشتك أنت؟ على رأي المثل، غراب ضمن حداية. خوليو، سيب له أمارة تفكره. دراعي يا ولاد الكلب، دراعي. مش حق يا ماما، صبت الكسف الدراع. معلش يا علاء يا حبيبي، تاخد كاس من بابا توني؟ بوليس مدام. بوليس؟ ازاي؟ ايه الحق يا توني؟ ما تخافيش يا مدام، المكان نظيف، كل شيء تمام. تعالى معايا. انت متأكد ان اخوك موجود هنا يا دكتور؟ متأكد تماما. لا خير. الدكتور بيقول ان اخوه اجبر على دخول الفيلا دي وشاكك انه بيتعرض للخطر. اخوك؟ مين اخوك يا دكتور؟ علاء. دخل هنا من نص ساعة وكان معاه. في ايه يا توني؟ البوليس هنا بيعمل ايه؟ علاء هو يا حضرة الضابط، محدش اكبره على حاجة ابدا. ده صديق قديم، بنسهر مع بعض دايما. انت انا بارادتك يا استاذ علاء؟ طبعا. في اي حد تعرض لك ولا حاول يأذيك؟ ابدا. يبقى اتأكد واسأل اخوك الأول قبل ما تعمل لاشو تقلب الدنيا يا دكتور. اسفين يا جماعة. يلا يا اخوان. كدبت ليه يا علاء؟ ومين الناس دول؟ وايه علاقتك بيهم بالظبط؟ انت ايه اللي جابك ورايا؟ مالك ومالي؟ ما قلت لك سيبني في حالي. انا مش هتنقل خطوه من هنا لو انت معايا. والاول لازم اعرف ايه حكايتك مع الناس دول. حرموه هوا بهنا تاني ورموهم ووقفوه في الشارع. سناء الاول اختك وبعدين انت والولد المحترم من قبلكم، عيلتي السعيدة المشرفة. مين الناس الحسالة اللي انت ملموم عليهم دول يا فندي؟ ومتورط معاهم في ايه بالظبط؟ انا نازل. اتنيل اقعد مطرحك. هاخدك على اي مستشفى تشوف دراعك المكسور. مالكش دعوة بدراعي، انا هشوفه. قلت لك اقعد. مش هتنزل الا لما افهم. لازم افهم. انت عايز مني ايه؟ ليك عندي ايه علشان تحاسبني؟ قلتها لك اول الليل وهقولها لك تاني. روح طلع ابوك من السجن وانساه وانسانا. بقول لك ايه؟ لو ما سبتنيش انزل دلوقتي هنط من العربيه وهي ماشيه ويبقى جبس بجبس. اكلم حد. انا هتجنن يا سناء. في ايه يا سناء؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ مضروب علقه زي ما انت شايفه. طب اقعد اقعد اما تغرب الجروح اللي في وشك دي. انا جاي لك عشان محتاجك، عايزك تشرحي لي تفهميني. انا الليله شفت حاجات غريبه واكتشفت حاجات اغرب. لا ما اكتشفتش، اللي اكتشف بيفهم، لكن انا شفته وما فهمتش. هو ايه اللي انت شفته يا سنان؟ مرات عمي فين؟ نايمه. اتكلم براحتك. مش عايز اتكلم. نفسي ادفي نفسي في حنك. زي زمان فكر.
يخرج عنه على ذمة القضية بكفالة 20,000 جنيه. شكرا يا عم وسام. أنا أمرت بالإفراج والكفالة علشان ظروف موضوعية القضية مالهاش صلة بيك. كبار كبار صغير، إزيك يا شاشة؟ إيه اللي جاي؟ لما كنتش راجل حبيب وصاحب عمر حاجل مين؟ اتفضلوا، تاكسي مستني. بابا هيركب معايا. معلش. الراجل كلف خاطره وجاب تاكسي، انا هروح معاه. عايز اتكلم معاك في البيت. تعال يلا يا شرف. امال علاء هو لا فين؟ مش شايفه يعني؟ تلاقيهم مش عارفين انك خارب النهارده، وانا كبار. كبار عبيد. هي نازله عياط من ساعه ما جيت لحد دلوقتي، وسبحان اللي سكتها بقى. غصب عني يا سكاني من فرحتي. يلا انتوا على مذاكركم، يلا يلا. وانت يا فايزه تعالي خد العكروت ده وخش المطبخ اعمل لنا غدوه كويسه من ايديك الحلوين دول. يلا عايزه ثلاثة سكاني. جيب الجاكيت روح خدها. تعالى يا حبيبي. يلا ادينا بقينا لوحدينا. نعم يا دكتور. ايه اول سؤال عن سعادتك؟ ولا استنى اما اسالك انا الاول. اسالني عن ايه؟ اللي جابك يا دكتور. انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ كل يشوف وشي يقول لي ايه اللي جابك؟ ايه ما كنتوش عايزين ناجي؟ بالعكس كنا عاوزينك تيجي من زمان قوي. اسرو احنا مش هنفتح دفاتر واعتبرني ما سالتش. اتفضل اسال انت. حد قال لك ان انا محضر استجواب؟ امال محضر لي ايه يا دكتور؟ تكونش جايب لي حاجه حلوه من اوروبا؟ هات وحشاني ما جايبك. ظريفة أوي طريقة خدوهم بالصوت ليغلبوكوا دي. الله ده أنت لسه فاكر الكلام بتاعنا أهو. وبعدين هاخدك بالصوت ليه يا حبيبي؟ خايف منك ولا مداينني؟ آه نسيت، ده أنت دافع لي 20,000 كفالة ويحق لك تستجوبني طبعا زي وكيل النيابة. بس أنا ما عنديش كلام غير اللي قلته في المحضر، والمحامي عنده نسخة منه. روح له خليه يقراه لك. كل ده مش هيمنعني أقول لك اللي عايز أقوله لك يا حضرة البشكاتب. ايه اللي بيحصل في بيتك يا والدي؟ هو ايه اللي بيحصل في بيتي؟ بيتي مستور والحمد لله. والستر ده قد ايه؟ قد ما ربنا ساتر يا دكتور. قد ما اتعلمت وخدت الدكتوراه. قد ما علاء وولاء اتعلموا وخدوا شهاداتهم. قد ما ربنا هيعيني واعلم ايمان وباسل ومحمد. قد ما فايت دولارات في شنطه ولاء، ستر على كبير مش كده؟ ولا كلمه زياده. عمر ابوك ما كان حرامي، واذا كنت مصدق اني بسرق ملفات وببيع قضايا تبقى مش ابني. مش انت. أنا واثق إنك ما تعملهاش، لأنك في النهاية أنت اللي مربيني. لكن من إمتى بتقفل ودانك وتغمض عينيك وتسكت على فلوس بتدخل بيتك وأنت مش عارف لها أصل؟ ولاء دفعت 50,000 جنيه في عملية و10,000 دولار مشاهم في شنطتها. من إمتى يا أستاذ كامل اللي كنت بتضربني بالحزام على ظهري عريان لو تأخرت بره البيت ساعة واحدة بالليل تسيب بنتي تبات بره بالليالي؟ أنت فاهم غلط. فلوس العملية إخواتك الاتنين استلفوها لما لقوني بموت ولسه بيسدوا في قصتها. ولا لما كان بيبات في شغلها كنت بسأل عليها واتأكد بنفسي. وكفاية انك كنت غايب مقاطع ابوك ومخصمه وما سألتش على البيت اللي بتعايره النهارده بمليم. اخوك واختك هما اللي سدوا مكانك وبيموتوا نفسهم في شغلهم علشان علشان. يا حرام عليك يا اخي، حرام عليك يا حضابك شويه علشان. ايوه انت كمل يا دكتور يا محترم. قول لي انت اخواتك بيجيبوا الفلوس منين؟ بيسرقهم يا ولاء؟ انت يا ولاء؟ انت بتسرق يا ولاء؟ بتكلم على مين؟ الهاني بايته بره زي العاده. اما ترجع يبقى فتش شنطتها.
مرات عمي. اهلا يا دكتور، اتفضل. سهام فين؟ البنت نازله مع الناس اللي خارجين مع سياده الوزير، حاولوا تصطادوها في الريسبشن وتسحبوها من غير ما حد يحس بيكم. سؤال واحد يا فندم، واسال اذاعه حضرتك. لا ابدا، احنا بنرجع الصحافه بنتعاون معاها. ايه اهم مصابات الاذاعه؟ لأن كل سنت في جسمي ترعش. مفيش داعي تستفيد التوتر اللي انا فيه. انا متوتر اكتر منك. لسه عمك مديني طريحه عاطفيه ملتهبه. خرجت من عنده ادور عليك. سلام. انا دلوقتي واثقه من براءة الدكتور ساهر ومتاكده ان القضيه ما تلفقاله. احنا بنجري ورا هدف غلط. براءة ساهر مؤنس قضيه انت ومشيها القضيه. مين اللي سرق الملف؟ وده مش هيحصل الا لما نحل لغز القضيه الاصليه. القضيه بقت اكبر من قصه الملف، واكبر من سجن ابويا، واكبر حتى من سمعتي ومستقبلي الشخصي.
300 قلت لنا صوت. في دفه سنه حضرتك في اطلب لك شاي ولا حاجة ساعة؟ أنا لا عاوز شاي ولا حاوض. أنا جاي أسألك سؤال واحد وماشي. سؤال عن إيه؟ هحلفك الأول برحمة والدتك، وأنا عارف أنت بتحبها قد إيه. اسأله بس. كنت تقصد إيه بالكلام اللي قلته على أخواتك؟ يا سلام. قلقك أوي كلامي؟ جاوبني يا ابني. الكلام اللي رميته عليهم ما يتقالش إلا لو كنت تعرف حاجة أنا ما أعرفهاش. أنا اللي هعرف؟ أنا اللي بقالي سنين طويلة بعيد عنكم وعن البلد بحالها؟ يا بابا أنا بسألك عشان تجاوبني. المفروض أنت اللي تعرف. واللي أعرفه قلته لك يا ابني. ومقتنع باللي قلته لي؟ ما اقتنعش ليه؟ قول لي. لو مش فاهم نورني. جايز أكون كبرت وانشغالي بالولاد الصغيرين لهاني. زي ما قلت لك ما عنديش معلومات. دي كلمة قالتها لي سهام. دور على اخواتك شوف الفلوس اللي معاهم دي منين. سهام؟ طيب يا ابني تصبح على خير. انت رايح فين؟ روح يا دكتور. خلاص انا سالت وانت جاوبت. عمك يا هانم، عمك اللي فضلك على اولاده. فاكره توحيده يوم ما بنتك خدت الثانويه العامه وترجتينا عشان اشوف لها وظيفه وقلت لا سهام هتكمل في الجامعه زي سناء حتى لو شحطت علشان يكملوا عالمهم. ودي مين ينساها يا سكاني؟ جميلك ما غرقنا من ساسنا لراسنا. في ايه يا عمي؟ انا اللي جاي اسالك في ايه يا بنت اخويا؟ الدنيا جرى فيها ايه عشان تكافئيني بالشكل ده؟ انا مش فاهمه حاجه. سهام عملت ايه بس يزعلك يا سي كامل؟ اساليها يا توحيده قولي لها ليه بتلسن على ولاء وعلاء؟ شافت عليهم ايه عشان تواجهوا تفوتان سناء وتقول له شوف اخواتك جابوا فلوس العمليه منين وبيحوشوا اللي معاهم ازاي؟ اذا كان سناء خلي بيكي بعد ما سافر واتجوز الفرنسويه وانت ملبختك مع الراجل اللي اتجوزتيه فده مش ذنب ولاء وعلاء عشان تنتقمي منهم. يا عم انت فاهم الموضوع غلط. لا غلط ولا صح. أنا مش فاهم حاجة من أصل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. استنى يا سي كامل. حسبي الله ونعم الوكيل. إيه الكلام أخده وعطى يا أخويا يا سي كامل؟ إيه الكلام اللي أنتِ قلتيه لسناء يا بنتي؟ قلقانة على ولاد عمي، عايزة أبوهم يدور عليهم قبل ما يضيعوا. أنا حذرتك وقلت لك مالناش دعوة. أبوهم موجود وهو يدور ورا ولاده. كويس كده؟ اديكي في الاخر طلعتي حاقدة عليهم وكرهاهم وعايزة توقعي بينهم وبين اخوهم. الو؟ انت عيل يا سناء وانا مش عارفة ازاي حبيتك في يوم من الايام. انت بتقولي ايه؟ قوم بينا نروق نفسنا. مفيش حاجة تستاهل الهم والبذل. ماليش مزاج. المزاج هو اللي هيجي لغاية عندك أبو سناء. يلا بينا، الإخوان مستنيين. خير يا فندم، تحت امر حضرتك. الانسه ولاء، قول لها اخوكي. سوري مش موجوده. بس اللي انا اعرفه انها شغاله الليله. طلعت مع وفد على الباخره النيليه اللي بترجع الفجر. هي بتشتغل في الفندق ولا في شركه سياحه؟ ما هي الباخره تبع الاوتيل. تحب تسيب لها نوت؟
ساكنة ده سي كامل. مساء الفل يا سي منظور. الصاروخ ده هيروقك قوي، بتمون بالميزان. ربنا يبارك في المصنع. تبريكة منظور لصناعة الصواريخ متعددة المراحل. ولع على المرحلة الأولى يا عم. مالك يا ابو القوامي؟ حامي هم القضية لسه؟ يا راجل تبقى تنهار تصبح رماد. القضية دي آخر حاجة شيل همها يا سي منظور. الدنيا بس ما بقاش طعمها حلو. مشاكل الأولاد يا أستاذ منظور. في إيه دي جديد؟ ما كلنا غرقانين في مشاكل الأولاد، حد فينا خالي؟ روح عم نوح، ما تزخمنش الليلة. مخلوق مخلوق يا منظور أخويا، سيبنا فضفض. ده الصنف اللي لادي من النوع النكدي. جاي أروق معاكوا يا أستاذ نوح. أتاري الحال من بعضه. تصدق أنا كان نفسي أسألك عن إيه؟ اسأل، أنا تحت أمرك. هو مش سؤال، أنا عايز أقول لك حتى لو خدت الملف وبعته أنا عذرك. أنت بتقول إيه يا أستاذ نوح؟ الناس هتعمل إيه بس؟ ما أنا قدامك أهو موظف كبير لدرجة وكيل وزارة، بقبض 400 جنيه في الشهر، ومع كل هذا مش لاقي لها حل. تصدقوا إيه؟ أنا بشوف بنتي الوسطانية اللي في كلية الآداب لابسة بلوزة جديدة، بخاف أسألها جابتها منين؟ في ايه تاني يا استاذ؟ ولاء لسه داخله دلوقتي. هي فين؟ يا مهدوح! لا لسه ولاء مش موجوده زي ما قلت لحضرتك. انا شايفها بعينيا، راحت فين؟ لو سمحت مش عايزين شوشره. ايه الحكايه؟ وصل الاستاذ. اتجننتوا؟ عارفين انا مين؟ انا هوديكم الضحيه، انا هبلغ وزير السياحه. سيبوني سيبوني، انا هوديكم 60 ده. مفيش قوه في الارض تمنعني اني اشوف اختي. سعادتك شخص محترم ومفيش داعي تضطرينا نسلمك للبوليس. اتفضل. ما انصحكش تيجي الاوتيل هنا تاني. طب نوح وقلقان بلوزه مش حال بقى مش حال البت السمرة لو لبست بدله حمرا والخد عليه جمرة. قول لي يا نوح. نوح قدامك شافعي. قول لي يا شافعي. شافعي لو لقيت عيالك معاهم فلوس كتير قوي وانت مش عارف جابوها منين تعمل ايه؟ ما اعملش حاجه. ازاي بقى؟ اصل ما خلفتش، ما عنديش عيال. براء على فكره. بس كامل ايه بيتنا عدى. عدى لوحده ولا معاه حد؟ البتاعه دي كانت نكديه اول الليل، دلوقتي بقى ضحكه. مش ده
ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلتم لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حصة وادخلوا. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا معلم. يقولوا انها كنا من بدري. وافرض ولو فيها براده مني، لو عايز حاجه من السيد الوالد ومش مخلصك تطلع لايات والسبب انا ابعتك عدي لدهولة. انا مش عايز الوالد ومفيش حاجه تمنعني اطلع البيت. طيب طيب من غير ما تزعل ولا تعقد دمك. هات يا ابن 4 شقات فوق. دي كلها يا بنت بابا، حضرتك سألتني السؤال ده ايام ما دخلت المستشفى تعمل العملية وما كانش معانا ولا مليم من تكاليفها في الوقت اللي كان حضرتك غرقان في العسل في اوروبا. ساعتها قلت لحضرتك انها من شغلي وان شغل السياحة بيجيب فلوس كتير. حضرتك وافقت وسكت. حصل ايه كتير؟ نفس الشغل اللي دفع لك حق العملية بيدفع لك دلوقتي الكفالة، وهو اللي بيصرف على البنت ده وبيصرف على العيال الصغيرين دول. ولا بقى حضرتك بقى مش واخد بالك. بيقولوا ان شغل السياحه بيجيب فلوس كتير فعلا، وده على الاقل يثبت لك اني ما كنتش محتاج عشان اسرق الملف وابيع القضيه. السيدة سهام نور الحسن؟ أيوة يا ابني. خير؟ إن شاء الله خير. هي فين؟ في إيه حصل؟ مطلوب عند حضرت معاهم مباحث بولاد دكرور. اقتحمت مكتب الدكتورة أمالي درويش في المركز الطبي وتعديت عليها وفي شروط. أيوة. وتدخلت لعبقري السير العدالي في تحقيق بيجرى في قضية هتك العرض اللي متهم فيها الدكتور سهام نورس، وقضية سرقة ملف القضية الأولانية اللي متهم فيها عمك. خلصت قائمة الاتهامات ولا لسه عندك حاجة؟ ده رأيي يا مدام، ما تدخلوا لي دغري زي ما انا داخلك. الموضوع كله ما فيهوش حاجه دغري. لو في اتهام بيبقى فيه بلاغ للنيابه او البوليس وبتتفتح فيه محاضر وسين وجيم بشكل رسمي. يعني احنا غلطنا لما قلنا نبعت لك الاول ودي ونحذرك. تحذرني من ايه بالظبط؟ من تقمص دور المخبر السر اللي انت عايشه فيه. وانا بوعدك لو ما بعتيش عن المستشفى نهائيا وعن القضيه دي بحالها، كلامنا المره الجايه هيبقى فيه محاضر وسين وجيم ونون كمان. في ليه عند حضرتك في المكتب؟ ليه؟ ايوه. طب اعمل له قهوه. حاضر. صباح الخير.
خير يا مدام سهام. اهلا وسهلا دكتور سهام. انا اسف اني طبيت على مكتبك من غير معاد. اصل اتصلت بيكي في البيت الهاني والدتك قالت لي انك موجوده هنا. انت تشرف في اي وقت. انا مش هاخد من وقتك كتير. اصل في تطور مهم حصل قلت اديكي علم بيه. خير يا دكتور. دي صورة من جواب كنت بعته لأماني درويش. قدمها المحامي بتاعها كدليل إثبات ضدي. معلش دي حاجة خاصة جدا. مش حاضر أروح. أنا مش جاي أستعرض بيه، لأن اللي فيه شيء ما يشرفش. صحيح إنه طرف المحكمة وكان موقفي في منتهى الحرج، لكن مش ده المهم. المهم إن الصورة دي جاتلي في جواب في البوسطة أول إمبارح. وتصورت انه جزء من حملة اعصاب بيشنها عليا الدكتور درويش وبنته لغاية ما جاني تليفون النهارده. تليفون؟ من مين؟ من مين يا دكتور؟ من عمك يا مدام سهام. عمي انا؟ قالك ايه؟ بيقول لي ان الملف عنده بيطلب 100,000 جنيه، يا اما يرجعه والقضية تمشي. عمي انت عايز ايه بالظبط؟ مش كفاية سممتي افكار سناء وخدك دي طايح في اخته؟ جاية تكملي عليا وانت بتشيل تهمة. انتوا عايزين تعملوا ايه في الراجل بالظبط؟ انتوا عايزين تموتوه؟ معلش استحملوني للاخر. ارجوك يا عمي اسمع كلامي المرة دي بس وتعالى معايا للدكتور ساهر. هنقعد هناك ونستنى التليفون وساعتها هنعرف مين اللي انتحل شخصيتك ويبقى هو اللي سرق الملف. الو انت فين يا استاذ؟ انا دايخه عليك من الصبح. يا ابني ما تصورش انك هترضي عني بالسرعه دي، خصوصا بعد ما شتمتيني وقلت علي عيل. مش وقته يا سناء، انا بكلمك عشان اقول لك ان في تطورات مهمه جدا بالنسبه لقضيه باباك. عايزاك الليله الساعه 10. لا اسمعي مش هقدر، لازم اشوف علاء. اخيرا عرفت عنوان استوديو التسجيلات اللي بيشتغل فيه. وعرفت انه هيروح الساعه 10. الو بس المبلغ كبير شويه. عيب يا دوب. ال 100,000 جنيه دول ايراد عيادتك في نص شهر، وما تنساش انك بتشتري بيهم سمعتك. المحامي بتاعنا اتفرج على الملف وقال ان التهمه لبسك لبسك.
بس انا بريء. تتال فيه احنا مش بنحقق يا دوك. بريء او مش بريء انت وضميرك، المهم الملف، الجوابات والصور. الراجل اللي انت بتقولها في جواب مشيلي في يوم انفرد بيكي واقطع هدومك بايديا دول حته حته. يا ديني على شقاوتك. تحب اكمل ولا نسيبها للمحكمه؟ حلو، نتفق بقى. الفلوس تبقى عشرينات، ورق قديم ومش مسلسل. وبكره زي دلوقتي هكلمك اقول لك امتى وفين تسلمني المبلغ واسلمك الملف. سلام. حلو الكلام؟ تفتكر ادفع الفلوس دي؟ لازم توصلني علشان ادفع لبولا واخلص من الموضوع. عارف يا طارق؟ انت علاء، انت اللي سرقت الملف؟ ده ايه اللي جابك هنا؟ تسرق ابوك وتدخله السجن وتمرمط شبحته في الفرن يا تابر. طيب هفهمك، بس حاسب دراعك. دراعك؟ انا هكسر كل عظمه في جسمك يا حيوان. اقعد. سمع سمع يا اخويا، اخوك ده هيودينا في داهيه. كشفنا راجل من على البوليس، احنا نشيله ونغمى عليه ونروح بيه عند بولا. العيال بتوعها هيخلصونا منه ومحدش هيحس باي حاجه. هيقولوا هرب مشاكل اخواته ورجع على اوروبا. يا تهرب له، عارف لو هربت له هحط المطوه دي في سيفه. اوكي انا ماشي، خليكوا كلوا بعض، بس على تكفوا على حبر الملف مجور. ولو جبتوا سيرتي والبوليس سالني هطينها فوق دماغكم. خليك انت يا سلام. هرد. الو؟ ايوه يا ولاء، اتاخرتي ليه كده؟ لا باباكي لسه ما رجعش لغايه دلوقتي، ده انا قلقان عليه قوي. ايوه انا بريء يا فايزه، ما خدتش الملف. انا بريء يا فايزه. لا خد فرح ولاء. ايوه يا ولاء انا بريء، خلاص انا بريء. لا ما لقيتش الملف، بس انا بريء. طيب طيب جاية امتى؟ فوق سياحي وصل فجأة؟ طب يعني هتيجي امتى؟ ايه يا بابا؟ مش ممكن افضل اخد ملاء على طول. قلت اوزع وبالمكسب اسدد احتياجاتي، ما عرفتش والديون اتضاعفت عليا. وفي يوم كنت عند بابا في المكتب علشان امضي ورق الباسبور، خد الورق وراح لي. الملف كان على المكتب وطارق كان معايا وشوشني. كان قضيه ساهر وأماني درويش مالية الجرايد. قال لي تصور، ساهر ممكن يدفع كام في ملف زي ده؟ الفكرة فرقعت في دماغي زي البرد. فتح طارق الشنطة وأنا سقطت الملف جوه، وبابا دخل قال لي وصله بعربية طارق وما خدش باله. أنت عارف السجن عمل في أبوك إيه؟ ضميرك مات؟
لميت نفسك ورميتنا كلنا في الزبالة. فين الملف؟ روح هات الملف. تسلمه. سمعني؟ في ايه؟ مالك؟ التليفون ده كان فيه ايه؟ اختك. علاء! علاء! استنى علاء! سألناها ادتنا نمرة التليفون اللي اتصلنا بيه. أنا حبيت أجيب الموضوع ومبلغش البوليس. حسيت إنها بنت ناس. خدها نزلها. عربيتي تحت. اسف على ازعاجك. اشكرك. العفو. دكتور سناء لو سمحت. دكتور سناء نور الحسن مش كده؟ انا كنت الدفعه اللي بعدك في كليه الحقوق. أنا آسف جدا. الست دي تقرب لك؟ يا الله.
مش من العربية لغاية ما اتكلم في التليفون. تعمل فيها ايه يا امير؟ خفيش اريحك اريحك على الاخر. سهام اسف اني صحيتك. لا محتاجك ضروري. هكون قدام البيت بعد 3 دقايق. ولا عايزينك معانا محتاجين لك. تفهموني ايه الحكايه بالظبط؟ في ايه يا زناء؟ في الطريق من هنا لبيت عمك احكي لك على كل حاجه. هو ده ال هو ده فضل ضايع وفضلوا هما زي ما كانوا. ليه يا سناء؟ ايه اللي حصل؟ انا ما غلطتش. ربيتهم كويس زي ما ربيتك. يبقى ليه؟ سؤال متاخر قوي يا ابو سناء. كنت مصدقهم يا ابني، والناس كلهم كانوا بيطمنوني، قالوا لي شغلهم بيجيب فلوس كتير. صدقت والله يا سناء، صدقت. العوض على الله. العوض قدامك، ثلاثة لازم يتلحقوا. عاجي في يا سناء. ما انتش لوحدك يا بابا. انت اسمك ايه؟ هجيلك قريب عشان احفظ الكيس. اعتبري عنك مستنيينك. انا الدكتور سناء كامل نور الحسن، وده اخويا شيقي علاء كامل نور الحسن. عنده اعتراف عايز يقوله لسعادتك دلوقتي، لو سمحت تفتح محضر. لو بتحبيه صحيح ما تحشنيش. حوشك عن ايه؟ سامحني علشان هو لولا يسامحني. ولا استني استني عندي في الحفيظ. Thank you.
ولاء. 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 تقرب لك ايدي يا استاذ.